نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم. مصر جميلة من فقراتنا السبت دايما مع حضراتكم يوم السبت، فقرة عالم الجمال. الحقيقة هي فقرة مهمة جدا لأنه منها بنتعلم الكثير من المعلومات الهامة جدا. بيسعدنا النهاردة أن احنا يكون معنا دكتور منير ويليام، كبير أطباء جراحة التجميل. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، صباح الخير دكتور. النهارده هنتكلم على جمال الاذن والاورام اللي هي ممكن تصيب الاذن، فخلينا نبدا ونقول اشهر الاصابات اللي ممكن تصيب الاذن. والحقيقه اسمحي لي في البدايه ان احنا نهني شعب مصر والرئيس السيسي وكل الامه العربيه وعيد الشرطه الجميل اللي احنا فيه ده. يكفي ان احنا النهارده 25 يناير بنسجل على الهواء في قلب ميدان التحرير، ده دليل على الامن اللي احنا عايشين فيه طبعاً. بالنسبه لمصر حقيقه اشهر الاصابات اللي ممكن نتكلم فيها، ممكن انا دايما بتكلم على الاصابات وبقسمها الى خمس مجموعات. المجموعه الاولى ممكن تكون فيها تشوهات خلقيه، اذن خفاشيه، ناسور امام الاذن، اذن مقلوبه، اذن قاربيه وهكذا. المجموعه الثانيه اشهر الالتهابات اللي ممكن تصيب الاذن، سواء كانت التهابات معديه او غير معديه وهنقول عنها بالتفصيل. المجموعه الثالثه اللي هي اشهر الحوادث اللي ممكن تصيب الاذن، ممكن حروق في الاذن، ممكن نلاقي حادث نتج عنه التصاق بالاذن وحاجات زي كده. المجموعه الرابعه اللي هي مجموعه الاورام، ودي الحلقه بتاعت النهارده. المجموعه الخامسه جمال الاذن، اذن كبيره، اذن صغيره، اذن فيها تعديلات تشوهات خلقيه. هي دي المجموعات اللي انا ممكن اتكلم عنها. انواع الالتهابات يا دكتور اللي ممكن تصيب الاذن واسبابها. بص يا استاذه، الالتهابات بقسمها لمجموعتين. مجموعه التهابات غير معديه، اشهرها الصدفيه، دايما الناس تقولك في قشر في الاذن موجود وممتد لفروه الراس، دي حاجه. غير معديه ممكن ارتكاريا تصيب الاذن، غير معديه ممكن اكزيما وقشور وحرقان وحاجات زي كده. وبعد كده مجموعه الالتهابات المعديه قد تكون التهابات بكتيريه، اشهرها الرؤوس السوداء اللي بنلاقيها في الاذن وبعض الحبوب اللي ممكن تصيب الاذن. قد تكون التهابات فطريه، التنيه بتشيب الرقبه وتدخل على الاذن ويبقى شكلها باين وملفت للنظر والتغيرات والحرقان اللي بيحصل في الجلد، او الهربس البسيط او الهربس الناري، الحزام الناري لو اصاب الاذن. دي مجموعه الفيروسات، فدي على بعض مجموعه اشهر التهابات اللي ممكن تصيب الاذن. طيب يعني هي معديه ولا بس بتبقى من الشخص نفسه؟ الغير معدي اللي هو الاولاني، اللي هو زي الصدفيه، زي الاكزيما، زي الارتكاريا، انما الباقي كله معدي، سواء كان بكتيري او فيروسي او فطري. يعني هو لو مثلا هرش في ودنه او كده وجه جنب وشه ممكن ان هو يعدي نفسه المرض. لو كان في تانية هنا وقاعد نقولها هتعديه. لو كان في التهابات بكتيريه ورؤوس سوداء ممكن يعدي الوش بيه. لو كان هربس طبعا ده من اشهر ما يمكن انه ممكن ينقله لباقي وشه لو نقله بايد. فما ينفعش الواحد يتاخر على العلاج في جميع الحالات. تمام. نتكلم يا دكتور على المقصود بالتصاق الاذن بالراس بعد الحادث. الحقيقه يمكن انا بعرض حاله دلوقتي اللي هي قدامنا، دي موجوده، عبارة عن إنسان أصيب في حادث سيارة، كانت النتيجة حصلت التهابات في خلف الأذن وتعالجت بطريقة غلط، فكانت النتيجة أن الأذن التصقت بالكامل في الجمجمة في عظام الرأس. فالحقيقة الحالة دي لما شفتها، أولا من الناحية النفسية الإنسان ده ما عندوش أذن، عنده شوية تعريق، وإن كانت فتحة الأذن موجودة والسمع كويس. الناحية الوظيفية أنه مش قادر يلبس نظارة، زي ما أنت شايف الحالة دي. الحقيقه كان لابد من فصل الاذن بالكامل عن الراس، وبعدين نبتدي نعمل رقعه جلديه او حاجه بنعملها كده بطريقه معينه تشبه الساندوتش، بحيث ان هذا المنظر يقدر يفيد الاذن ويقدر يساعد فيها. دي حاجه من الحالات الحقيقه اللي هي نادره الحدوث، بس قد ايه كان في اهمال في العلاج، وقد ايه كان في التهاب في العلاج، وكانت نتيجته ان حصل مثل هذا الالتصاق، حاله من الحالات النادره. واحد عمل حادث اتعالج بطريقه خطا، بقى كل الود التهابات من الخلف مع عظام الراس التصقت بالكامل وبقى ما فيش اذن. دي حاله من الحالات اللي هي صعبه جدا وحاله من الحالات النادره، بس دي حاله من حالات الالتهاب اللي ممكن تحدث في الاذن. طبيعي. تمام. واللي ليها طبعا يعني عواقب شديده لانه اتاخر على العلاج فالوضع تفاقم، التصقت بقى اصعب بكثير. التصقت، ما فيش صوان اذن، مش قادر يلبس نظاره. يعني لما يجي يلبس نظاره النظاره مش موجوده، برغم ان هو بيسمع، برغم من ان القناه سمعيه. لانك انت لو قسمت الاذن يا استاذه بتقسميها لثلاث اجزاء. احنا في شغل التجميل الاذن الخارجيه اللي هي صوان الاذن والقناه السمعيه والطبله. بينما الاذن الوسطى فيها ثلاث عظيمات صغيره وفيها قناه ستاكيوس. الاذن الداخليه فيها جزء حسي مسؤول عن
الاتزان بتاع الجسم ومسؤول عن السمع، وجزء تاني مسؤول عن اتزان الجسم. احنا بنتكلم في التجميل في صوال الاذن والقناه السمعيه والطبله اللي هي الاذن الخارجيه. هذا الانسان كان ما عندوش اذن خارجيه، كان صوال الاذن التصق بالكامل نتيجه لهذه الحادث لهذه المشكله. طيب المقصود يا دكتور بورم الكيلويد بالاذن، شوفي بقى دي حاله تانيه من حالات الالتهاب، هي بدات التهاب وانتهت بورم. ايه الكيلويد؟ عباره عن مجموعه تليفات نتيجه الاحتكاك او نتيجه التهابات بتحصل في اماكن محدده من جسم الانسان، اشهرها عظمه القص، تحتيها الكتف، لما نيجي اولادنا نطعمهم بالدرن او بتلاقي في كلكعه اتكونت في الصدر من اعلى، ده اسمها كيلويد. الحاجه الثالثه الاذن، دي من اشهر الاماكن اللي بيجي فيها الكيلويد. الواحد اللي بيلعب في ودنه كتير او الستات اللي بيحاولوا يعملوا حلوق حلق وخرام كتير من الاذن وممكن تحصل في الانف، بيتكون هذه الكلكعه الجامده جدا اللي موجوده. يمكن اللي انا بشهره قدام سيادتك دلوقتي ده عباره عن ورم غريب كان موجود في الراس ماسك الاذن من الخلف وامتد بالكامل لفروه الراس في هذه السيده. الورم ده كان موجود لي 4-5 سنين، بدا الورم يكبر زي ما انت شايفه، منظره صعب جدا، واحد لونه غامق كمان يا دكتور صح؟ بالظبط، كان في جزء اشتباه ان يكون ورم دموي او ورم داكن او، ولكن للاسف هو طلع ورم زلالي. والحقيقه كان عامل التهابات شديده جدا لدرجه ان السيده دي كانت رائحه الشعر نفسها وحش. في التهابات فطريه والتهابات بكتيريه وكلام زي كده. دي حاله من الحالات الصعبه جدا اللي كانت موجوده. هذا الورم اللي كان موجود لما عملنا اشاعه على مقطعيه بالنسبه للراس لقينا ان الورم ده واكل جزء من العظام، من جزء من عظام الجمجمه، يعني ابتدى ياكل الطبقه الخارجيه يعني من هو العظام، مش سطحي بس من فوق، هو مش سطحي، ده ابتدى بالاذن بالكامل واخد كل فروه الراس زي ما انت شايفه، ده واخد منطقه كبيره من نص فروه الراس، ده امتد بالكامل ناحيتها. الحقيقه حاله من الحالات الجميله، تم استئصال الورم واتعاملنا معاه بطريقه كويسه ورقعه جلديه بسيطه وحاجات زي كده. السيدة دلوقتي جميلة جدا، والحالة كانت من الأورام اللي هي فيها ورم سرطاني موضعي كان ممكن يمتد لغاية لما يدخل لغاية الجمجمة والمخ، ولكن هذا الورم لا ينتشر عن طريق الجسم. في ثلاث أنواع للأورام يا أستاذة، في ورم حميد وفي ورم خبيث ينتشر إلى كل الجسم، وفي ورم خبيث موضعي اللي هو لوكالي مالجنان، ده نوع كان من الأورام الخبيثة الموضعية اللي هي تاكل في مكانها وتمتد لغايه طول ما هي شايفه قدامها النسيج بتاكله، ولكن لا تنتشر لجزء تاني من الجسم، لا تنتشر للرئه، لا تنتشر للقلب وهكذا. ده كان حاله من الحالات دي الحقيقه، والحقيقه انا الحاله دي شايفها يعني يمكن من فتره قريبه كان شيئا لم يكن، ولكن الحالات دي ما تتسابش لغايه لما توصل لهذه المشكله. في الحالات دي مش كمان امتداد الورم، ولكن الالتهابات الشديده اللي بتحصلها في فتره الراس، الحالة النفسية للمريضة وأهلها طبعا. ودي يعني كانت من يعني من حتت مقفول، عائلات ساكنة في بيوت وكان عندها أولادها والكلام ده كله، ما كانتش قادرة تعمل حاجة من الرائحة الشديدة جدا والالتهابات الكريهة اللي كانت موجودة في فرط الرأس، اللي ورم بياكل ومش قادرة تغسل وعمل تلبك في الشعر، وكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لها. لكن الأمور بتعدي على خير، حالة زي كده ما تتسابش طبعا، وتتعامل كل مكان مبكر كل مكان أحسن. يعني هي وصلت لدرجه ان الورم ابتدى ياكل وابتدى يفتح في الجلد ويعمل التهابات، دي حاله بتبقى حالات متاخره كتير الى حد كبير. اكيد دكتور، المقصود بوحمة بيكر بالاذن وطريقه العلاج؟ يمكن انا بعرض حاله ثانيه لطفل انسه كبيره شابه اهي موجوده، في الورم الداكن ده واكل من الاذن بالكامل وداخل لغايه رقبه. الحقيقه الورم ده واخد الحلمه كلها زي ما انت شايفه، حتى مكان الحلق مش موجود ونازل بالكامل لغايه الرقبه. دي حاله من حالات الاورام اللي هي موجوده بالنسبه للاذن. تم استئصال الورم، وكنت حاطط في مخي ان انا ممكن اخد رقعه جلديه من اي مكان من جسم الانسان، من رقبتها، ممكن اخدها من بطنها، من اسفل، من رجلها. لحسن حظ الحاله دي ان تم استئصال الورم بالكامل وتكوين حلمه للاذن عشان تحط فيها حلقه وقفل الورم دون ان احتاج لاي رقعه جلديه. أيه. لما تشوفي منظرها بعد العمليه، هل ده لان هي لجأت للمساعده الطبيه بدري اول ما ظهر الورم؟ هي لانها لجأت بدري. شوفي الورم طوله قد ايه يا استاذه؟ كبيره. انا حاطط جنبيه اله وحاجز كده عشان ابين قد ايه الورم ده كبير، ولكن لحسن حظها اتقفلت، ولكن لحسن حظ المريضه ان هي جت مبكره، وان احنا يعني اتوفقنا في ان احنا نقدر مهارة الطبيب بحيث طبعاً. ان هي دي توفيق طبعا. حاله من الحالات، شوفي حالتها بعد العمليه، طبعا هي الحاله دي معموله مثلا من 10 سنين، لو شفتيها النهارده مستحيل تقولي هذه الحاله، لكن لو اتثابت
طبعا لك ان تتخيلي ده كل ما بتكبر الرقبه وتكبر الورم وبيكون شعر طبعا شديد جدا ملفته للنظر طبعا، فبتبقى حاله من الحالات الصعبه. لكن دي حاله من حالات منظرها بعد العمليه يكاد يكون خط هيبدا بعد شويه يبقى مش باين، شوفيها بعد 4-5 سنين اكيد مش هيبقى من الحالات الجميله. طبعا دكتور، ايه هو النسور والنسور اللي بيكون متواجد امام الاذن؟ شوف يا استاذه، نتفق كلمه نسور عباره عن ايه؟ عباره عن انبوبه متليفه مفتوحه من الاول ومن الاخر، فتحتها الخارجيه دايما على الجلد. لو قلنا نسور امام الاذن، الفتحه الخارجيه من امام الجلد والفتحه الداخليه في الحلق والبلعوم. شوفي قد ايه القناه دي، يعني مثلا اقربها لك، في حاجه اسمها نسور شرجي بيكون الفتحه الخارجيه على الجلد وفي الداخل في داخل الشرج. يعني كلمه نسور هي انبوبه متليفه ليها فتحتين، لازم الفتحه الخارجيه على الجلد والداخليه تمتد. هنا النسور الامام الاذن زي ما انت شايفها نقطه صغيره موجوده قدام اذن. ده نوعين، ليه انواع، في نوع وراثي اللي انت شايفها طفل مولود وبان قدام النسور، وممكن على فكره النوع الوراثي ده يظهر في سن 20 سنه و15 سنه ونقول عليه وراثي. في نوع تاني لا، بيجي ناتج من التهابات. اشهره كنا نشوفه زمان النسور الناتج عن الضرر، عن مرض السل. كان ممكن بيعمل التهابات في خلايا معينه في غدد معينه ويبتدي يعمل فتحه، والفتحه دي تكون عامله هذا النسور الموجود قدامنا. الحاله اللي انا بعرضها ده نسور وراثي كان موجود قدام في شخص وتم طبعا استئصاله. المشكله في النسور كبيره جدا. ايه بقى؟ شوف سيادتك، باديه من فتحه، باديه من امام الاذن ومنتهيه في داخل الحلق. كل هذه المسافه تجويد بما فيها من شرايين واورده، العصب السابع بتدخلي بينه. وطبعا ده لو اتلمس في مشاكل في الوش وعضلات الوش والعين والبق وحاجات زي كده. وفي شرايين واورده طول ما انت ماشيه لغايه لما توصلي للحلق. محتاج لخبره معينه مش اي دكتور بيقدر يعمله، من اصعب ما يمكن في استئصاله. لو استئصل غير كامل بيرجع تاني، يقول لك هو عمل العمليه ورجع تاني، عمل العمليه ورجع تالت. لان الدكتور ممكن ما يقدرش يجيبه من اوله لاخره. فده محتاج لمهاره خاصه ومحتاج لدكتور متخصص بهذه النوعيه من الاورام. طبعا قبلها انت بتعملي اشاعات معينه وصبغات معينه وتعرفي النسور ده ممتد من فين. فدي من الحالات الصعبه. لكن انا بقول في الحلقه دي ان هناك النسور الوراثي، يعني بيجي ولد عنده 15 سنه 18 سنه والفتحه بتبقى باينه واضحه، الفتحه باينه قدامه وبتعمل افرازات كل شويه بيلاقيها كان بالظبط زي الدموع ما بتنزل، الفتحه دي بتنزل نقط زي الدموع. بيبتدي ياخد لعاب يبص يلاقي في حاجه نازله تشبه اللعاب، يعني في نقط معينه افرازات معينه، هي مش لعاب طبعا ولكن افرازات معينه بتكون هذه الفتحه موجوده. دي محتاجه خبره معينه وما نسيبهاش، وده هو النسور. وطبعا زي ما بقول لك لو استؤصل غير كامل بيرجع يتكون من جديد، استؤصل غير كامل يرجع يتكون من جديد. وهو بيتم استئصاله من اوله لاخره، لاخره لغايه الحلق في داخل الحلق، توصلي كل هذه المسافه بالكامل بيكون هذا النسور. طرق الاستئصال بتكون ازاي يا دكتور؟ لا، هي جراحه وخبره طبيب. وانت داخله معاه وفي اشعه معينه بتحقني ماده معينه وبتمشي ورا هذا الاتجاه. وفي قناه جلده، قناه متليفه، يعني زي ما تشوفي انبوبه انت ماشيه بتخلصي هذه الانبوبه في كل اتجاهاتها حتى داخل تجويف الفم. نرجع لتشوهات الاذن ونقول ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي ان الاذن تكون مشوهه. شوفي يا استاذه، في اسباب كثيره جدا، قد تكون زواج الاقارب، قد تكون تعرض الام للاشعاع، قد تكون تناول الام الادويه وبالذات اول 3 شهور من الحمل، قد تكون اصابه الام ببعض الامراض كان اشهرها الحصبة الالماني وحاجات زي كده. دي كلها مع بعضها قد تكون سبب من اسباب تكوين هذه التشوهات الخلقيه. طيب المقصود بعدم وجود صوان للاذن؟ زي ما احنا اتفقنا يا استاذه، الاذن الخارجيه 3 اجزاء. صوان الاذن اللي هو المنظر الجمالي اللي قدامي، والقناه السمعيه اللي هي داخله، والطبله اخرها. شغلنا كله في عدم وجود صوان الاذن، معناه ان ده بالكامل مش موجود ولكن القناه السمعيه والطبله موجوده. يبقى دي حاجه بنحاول نخلي المريض شكله طبيعي باذن، بنعمل صوان للاذن جديد. الحقيقه كنا بنعمل العمليات دي زي ما هتشوفيها سيادتك، كنا بنعملها الاول هنا. عدم وجود صوان اذن في هذا الشخص ده فقدان كامل للاذن بالكامل، في جزء من صوان الاذن موجود، القناه السمعيه مش موجوده بالكامل ولا الطبله. يعني الانسان ده عملنا تكوين لصوان اذن جديد وعملنا قناه سمعيه وفاتحه. بس هنا الحقيقه انا بشرح حاجه، الحاجه اللي بشرحها هنا ما يسمى بالتدخل من الامام، الانتيريو ابروتش. الانتيريو ابروتش اللي هو تدخل لاصلاح الاذن من الامام وتكوين صوان اذن من الامام، ده كان اول عمليات اتعملت فيه سنه 1965. يعني ده تدخل جديد لعلاج الاذن، بتفرد الاذن من الامام
وبتحركي الغضاريف وتبتدي تعملي رقعة جلدية وتضاريس وحاجات زي كده من الأمام. من الأمام الحقيقة الحالات دي كان زمان بتتعمل إزاي؟ كان من الأول وتعلمنا أيام ما كنا إحنا في الكلية إن بتتعمل على عدة خطوات. خطوة بتاخد غضروف من عظام الصدر أو من عظام الحوض وتزرعيه، وخطوة تانية بتعملي نسيج من الجلد رقعة جلدية بطريقة معينة، وخطوة تالتة تفصلي هذا الغضروف وهذه الرقعة. يعني تلات عمليات بينهم حوالي سنة. المريض يبقى داخل طالع المستشفى يعمل عمليات بخطوات متتالية. لكن تتخيلي كل الكلام ده، انت اولا ما بتاخديش غضاريف من اي مكان في جسم الانسان، انت بتحركي الغضاريف الموجودة. نمرة اتنين انك انت بتعمليها في خطوة واحدة، وبتقدري تعملي قناة سمعية في خطوة واحدة، وتكوني صوان للأذن في خطوة واحدة، وتحركي الغضاريف. الشخص اللي انا بعرضه دلوقتي ده شخص كبير، ده عنده 30 سنة 35 سنة، ده اتأخر كتير. الشخص ده لو عنده اسبوعين شهر الوضع انا عامله طبعا اسهل يكون احسن بكتير. وكان زمان المشكله خلصت والغضاريف لينه اكتر. ومش كده وبس، ده كمان السمع بالنسبه له هنا، انت هتعملي قناه سمعيه دي وظيفه جماليه فقط. ولكن ما بتشتغلش. لما بتعمليه قبل سن سنتين يقدر القناه السمعيه دي مع بعض اختبارات للسمع يبتدي المريض يستفاد من وجودها ويبتدي يسمع بطريقه احسن، استيعابه يبقى احسن. لكن هذا الشخص لما جالي ده كان كبير الحقيقه، اتعمل كل اللي اتعمل هو تجميل بحت، ولكن السمع بالنسبه له كان مفقود حتى هذا السن ومش هيتصلح لانه اتاخر بالنسبه لهذا الكلام. بالظبط. سريعا يا دكتور لانه الوقت انتهى، هل في عمليات لزراعه الاذن؟ بالظبط، انا يمكن بعرض الحاجات دي. هدي عمليه لزراعه الاذن اللي هي تحريك ظريف، لكن في عمليات تانية بنعملها، بنجيب جزء يشبه الفوم، يشبه بطريقه معينه الحاجه خفيفه كده، وبتكون بطريقه معينه يشبه الاذن، وبنزرعه في داخل الاذن في مسام الجلد بيتطبق عليه وبيدي نفس التضاريس ونفس الغضاريف بتاعه الاذن، وبيبقى منظر جمال. يمكن كانت الحلقه لو كانت تستوعب انا كنت جايب حالات كتير جدا لعمل هذه الحالات، ولكن جراحات التجميل بالنسبه للاذن اتقدمت بطريقه مذهله جدا. كنا زمان بنعملها على اربع خمس عمليات ومش بتاني، دلوقتي الوضع اختلف. دلوقتي تقدر تعمليها في مره او مرتين. صحيح. وبتبقى النتيجه استفادت، بس كل ما كان التدخل الجراح مبكر كل ما كانت الناحيه الجماليه اكتر بكتير. صحيح. انا بشكر حضرتك يا دكتور، برغم ان احنا كان عندنا اسئله كتيره لسه ممكن احنا نتطرق اليها في جمال الاذن، ولكن طبعا للحديث بقيه. كل سنه وحضرتك طيب، ان شاء الله الاسبوع الجاي نتكلم في ايه. الحقيقه نخليها تجميل شويه، انا بشوف ترهل الخدين، جراحات تجميل وشد ورفع الخدين، وايه الجديد فيها ممكن نتكلم عنه الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا. بنشكر حضرتك يا دكتور، واهلا بحضرتك معانا دايما. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميله واحتفالنا بعيد الشرطه. بلادنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلادنا ليها قوة أساس متين، أبطال خفية للنهار مصممين، يبنوا هدفهم بالعزيمة مكملين. الأمن قوة بالرسالة الإنسانية، خدمات مواطن ليها طفرة مش عادية، أمن وأمن وكله قد المسؤولية، تحيا بلدنا عظيمة حرة وقوية. أولاد بلادنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلادنا ليها قوة أساس متين، أبطال خفية للنهار مش عالمين، ابنوا هدفهم بالعزيمة مكملين. تحيا بلدنا عظيمة حرة وقوية، للمجد راية وأمنها ليه التحية، أبطال تضحي بدمها علشان بلادي، مصر اللي عشت مجدها وكمان ولادي، مصر الأمل لكل واحد ظهره فاضي، بالعلم نبني في عزها أمجاد عظيمة، الشبر معنا في أرضها ليه ألف قيمة، مصر بلدنا وحبها بدايته بسينا. أولاد بلادنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلادنا ليها قوة أساس متين.